بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث عن العقل والجاهل في أصول الكافي، في الحديث الخامس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول، فقال: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الحديث الشريف طبعا يبين دعامة مهمة أخرى من مباحث العقل. وقبل الولوج في هذه الدعامة، مر بنا أن المقال، لأنه تضمن الحديث الشريف هكذا: يقولون بهذا القول. التعبير عن المعتقد يعبر عنه بالقول، يعبر عنه بالقول، ومن ثم سمي علوم الاعتقادات بعلم الكلام، يتكلم فيه. فبالتالي يشار إلى المقولة الاعتقادية أو التعبير الثقافي الحديث الأيديولوجية أو الرئوية، يعني الرؤية حول فلسفة الكون وما شابه ذلك، يعبر عنها بالمقالة. ذلك حتى بعضهم يؤلف في علم العقائد بدل ما يعبر يقول مقالات، مثلا الإسلاميين مقالات، الهندوس مقالات، يعني معتقدات. وهذا التعبير دارج في الآيات وفي الروايات: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيضا يعبر، أبرز ما يقال يعبر عنه، يعبر به عن المعتقدات، فالمقال والقول والكلام. حتى أنه في الأبحاث الاعتقادية كما مر بنا يترقى الكلام إلى كلام معنوي وكلام نفساني، والتعبير يعني معاني الكلام. وأشير إلى ذلك أيضا في الآيات القرآنية: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالبيان على حال له مدارج، كما أن الكلام الإلهي له مدارج. القرآن الكريم أيضا أطلق على النبي عيسى، على نبينا وآله عليه السلام، أطلق على نفس النبي عيسى كلمة الله النبي عيسى من كلمات الله. فخلق النبي عيسى كحجة وآية من حجج الله عبر عنه بكلمة. أيضا حتى في إبراهيم: فتلقى، أو آدم عفوا، فتلقى من ربي كلمات فتاب عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ابتلى الله عز وجل إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات إذن والمقال والقول المعتقد، يعني هناك امتحان عقائدي امتحن به النبي إبراهيم حتى فاز بماذا؟ بالإمامة والنجاح النبي إبراهيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا من الواضح أن هناك من هو أشرف من النبي إبراهيم، امتحن النبي إبراهيم بذلك الأشرف.
وذلك الأشرف لم يكن واحد أو اثنين، كلمات يعني متعددة. وقد أفصح القرآن الكريم عن أن حجج الله يطلق عليها كلمة إلهية، حيث عبر عن النبي عيسى بكلمة. ومن ثم مريم مثلا صدقت بكلمات ربها، التعبير كلمة. أيضا آدم تيب عليه، تاب الله عليه بشرف مقامات تلك الكلمات، توسل بتلك الكلمات، وتلك الكلمات حجج الله، آيات الله، فتلقى آدم من ربي كلمات. المقصود أن الكلام والكلمة والقول والمقال يعبر به عن ماذا؟ عن المعتقد، سواء المعتقد على صعيد لفظي أو المعتقد على صعيد معنى وعالم المعاني، أو المعتقد على صعيد وجود عيني عياني خارجي، مراتب من الكلام والمقال والقول والمعتقد. نعم. فإذا بحسب بيانات الوحي وبحسب بيانات الروايات وحتى بحسب بيانات ربما لغة البشر، بغض النظر حتى عن اللغة العربية، يعبر عن المعتقد الذي هو أساس مسار الإنسان، أساس منظومة مسار الإنسان، يعبر عنه بمقال وبقول وبالكلام. فإذا أطلق أبرز ما يراد به المعتقد في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية يراد به مثلا منظومة المسار الأخلاقي، في النوبة الثالثة المجال الثالث يستفاد منه منظومة القوانين والطابع الاجتماعي. ولذلك أنت لاحظ عندما تقول مثلا من باب المثال الشيوعية، أول ما تبدأ في بحث الشيوعية لا تبدأ النظام الاقتصادي القانوني في الشيوعية أو الفلسفة الأخلاقية في الشيوعية، تبدأ أصل رؤيتهم الإيديولوجية في الشيوعية ما هي، كذلك الاشتراكية، كذلك الرأسمالية. أول ما يبدأ في شرح هذه المقالة كمقالة أو ككلمة أي مكان، تبدأ بشرح بعدها العقائدي، بعدها الإيديولوجي أو بعدها الرأوي، الرؤية العامة التي فيها حول الفلسفة التكوينية. فإذا المقال والكلام والكلمة المصداق الأبرز فيها ماذا؟ المصداق الأبرز فيها هو المعتقد. ولذا مر بنا أنه في الزيارات الشريفة وفي الآيات أيضا هكذا، اللهم اجعل شريعة ما نقول في أعمالنا وحقيقة ما نقول في قلوبنا. يعني كل مقال له بعد اعتقادي يرجع إلى الروح والقلب. موطن العقيدة ليس البدن، موطن العقيدة الروح والقلب. ربما ذكرت لكم هذا التفسير من المرحوم الشهابادي، أحد كبار على الإتحال فلاسفة الشيعة وفقيه ومجتهد وعندك إنجازات كبيرة. هو يفسر ما قيل وما ذكر أن المجلسي شوهد بعد وفاته فسئل ما الذي نفعك في أهوال البرزخ، قال مثلا صدقة تصدقت بها على مثلا مورد مستحق محتاج شديد كذا. فالكثير فهموا مثلا من هذه الرؤية أن ما كتبه المجلسي مثلا ليس بثمار وما شابه ذلك. هو يفسر يقول البحار أو كتب المرحوم المجلسي من الممتنع والحيف أن يكون جزاؤها برزخي،
لأن عالم البرزخ عالم أجسام سولو أثيرية مقدارية، والمعتقد ليس سنخه من عالم الأبدان والأجسام، سنخه من عالم الأرواح والقلوب، فمن ثم جزاء من سنخ عالم الروح وسنخ عالم المعنى وعالم القلب. وهو كما يقول هذا الحكيم الشيعي يقول وجزاؤه حتى فوق الجنة، يعني معتقدات الإنسان الحق جزاؤها يتعاظم على الجنة الأخروية، لأن الجنة الأخروية أيضا أبعاد جسمانية مقدارية، بينما المعتقد الحق نور، نور لا يحتوشه تحتوشه أجسام الجنة ومقادير الجنة. وهذا لطيف، بيان لطيف، أن الأعمال البدنية نعم جزاءاتها، يعني هذه قاعدة لطيفة بعد نستخرجها مما مر بنا أمس واليوم، أن الأعمال البدنية جزاءاتها برزخية أو أخروية في جناوية، وأما الأعمال الروحية فجزاءاتها في الحقيقة ماذا؟ الأعمال الاعتقادية، الأعمال أو الاعتقادات والمعتقدات جزاءاتها فوق البرزخ وفوق الجنة، وهو ما يشير إليه القرآن الكريم مقعد صدق عند مليك مقتدر أو ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة يعني، كما ورد أيضا ذلك في روايات أشار إليها الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الاعتقادات، وإن رفضها الشيخ المفيد، ولكن البرهان على كل العقل الآن معاضد إلى مختار الشيخ الصدوق من العمل بهذه البيانات العلمية الموجودة في الروايات، من أن بعض أهل الجنة لعلو مقامهم يهيئ لهم السباحة الروحية والقلبية في بحر الحمد، بحر التسبيح، بحور ربوبية في السرادقات الربوبية وهي فوق الجنة، حتى أنه تمر بهم الأحقاب ثم الأحقاب أي فيصحون من غمار هذا الاستغراق في الجمال الإلهي، فيقولون ربنا قطع عنا ذلك الصفاء وذلك البهاء وتلك اللذة، وكأنما لحظة لمحة واختطفت، قال مكثتم أحقابا أحقاب، وكأنما لحظة. ارجعوا شوي للحور العين، لا تجعلهم معطلين، بس لابد يجمعوا بين الطرفين. على أي حال، المقصود أن جزاء المعتقدات أمور فوق الجنان، فوق القبقب، وأي على كل فوق البطن يعني فوق الفرج من الجانب، أمور معتقدات هكذا. وسبحان الله تصميم الخلقة الإلهية لبدن الإنسان ما هكذا، انظر إلى المخ والقلب في أعالي الإنسان، أما البطن الذي هو آلة الشهوة أو الفرج الذي هو آلة شهوة أخرى سفلي الإنسان، بينما علوي الإنسان. وحتى تعبير في الروايات أن الله عز وجل كرم بني آدم، كرمهم بهذا، جعل خلقتهم العلوية منها علوي والسفلية منها ماذا؟ سفلي. نعم. فعلى أي تقدير، هذه إذن معادلة دقيقة يجب أن نلتفت إليها في قراءة روايات المعارف في عالم الجزاء والمعاد. جزاء الأعمال البدنية أين تكون؟
جزاء الأعمال النفسانية أين تكون؟ حتى لاحظوا جزاء الصفات النفسانية الحميدة ليس جزاؤها أجسام البرزخ ولا أجسام عقبات يوم القيامة ولا جغرافيا الجنة، إنما جزاؤها سواء الفضائل أو الرذائل، جزاؤها أين؟ جزاؤها كما مثلا في جانب الرذائل أن هناك نار تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني غير نار جهنم، في نار أعظم من نار جهنم، وهو يشير إليها الأمير عليه السلام في دعاء كوميل: هبني صبرت على حر نارك، نار جهنم، فكيف أصبر على فراقك؟ إذن الفراق أو نار الفراق أشد على الروح من نار الأجسام، نيران جهنم، هذه مراتب، وهي غير جهنم. حتى لاحظ أنت بعض أهل الجنان، عندنا في الروايات بعض أهل الجنان يعاقب، مثلا من لم يزر الحسين أو كان جفو في زيارة الحسين، في الروايات عندنا يكون مضياف في الجنة. مضياف يعني ماذا؟ يعني ليس له مستقر ومأوى في الجنة، يعني حالة صعلك، يعني يوم ضيف هذا ويوم ضيف هذا ويوم ضيف هذا، فيضيف مضياف وليس لديه مستقر. خب هذا ألم، ليس ألم بدني، ألم ماذا؟ ألم روحي. وإن كان الجنة توصف بأن ليس فيها كذا كذا، لكن هذا الجانب. أو عندنا روايات أيضا كذلك في من يؤخر صلاة الظهر والعصر بنحو إدمان، يؤخرها إلى أن تصفر الشمس. تصفر الشمس يعني حوالي الساعة 3:30 مثلا، 3:30 تصفر الشمس، بياض الشمس يروح. فضيلة وقت الظهر والعصر تذهب، هذا يكون موتور في التعبير في الروايات، أي يكون ليس له مأوى في الجنة، يدخل الجنة ولكن يكون مضياف، يعني ضيف على هذا وعلى ذاك. فحالة استقرار روحي لا ينعم بها. لاحظ هذه آلام روحية، آلام روحية. فكما أن هناك جزاءات، الآن أكثر ما يتبادر في ذهن عامة المؤمنين، عامة المسلمين، آلام بدنية أو تنعيم ونعيم بدني برزخي أو أخروي، بينما في جزاء نفساني، إما نعيم نفساني أو جحيم نفساني. هذا ما يتصيد أو يستقرئه الباحث في خفايا ألسن البيانات الواردة في الآيات والروايات. وما وراء الجزاء النفساني في جانب طبعا الثواب والفضيلة، أو جانب العقاب والرذيلة، هناك ماذا؟ هناك الجزاء فوق النفساني، عقلي أو روحي فوق النفساني، كما مر بنا في الحديث الأول من أصول كافي، تعبير الحديث الشريف: بك أثيب وبك أعاقب، في نسخة: إياك أثيب وإياك أعاقب، يعني العقوبة. هذه طبعا الفلاسفة حسب ما هو مسطر في كتبهم، فلاسفة المشاء
أو فلاسفة الإشراق أو فلاسفة الحكمة المتعالية، يصورون دوما النعيم أو الآلام نفسانية أو بدنية، أما الآلام العقلية نعيم عقلي يصورون، أما آلام عقلية أنا لم أقف في كلماتهم على تصويرها. يعني رغم هذا السبر، سواء كتاب الشفاء أو الإشارات أو على حال حكمة الإشراق أو كتاب النجاة أو كتاب الأسفار، ما وقفت على تصوير آلام عقلية. بينما بحسب بيانات الآن هذه الروايات والآيات، هناك أيضا إيلام عقلي، وهو أعظم وأشد من الإيلام النفسي وأعظم وأشد من الإيلام البدني، كما أن هناك نعيم نفساني أشد من النعيم البدني، ونعيم عقلي أشد من النعيم النفساني. فتعبير أيضا في الآيات والروايات موجود هذا البيان، أن الكافرين يمقتون أنفسهم يوم القيامة وما شابه ذلك. والتعب سواء لو هذا جانب نفساني، بس قد يفسر بعد بجانب روحي. التعبير في الآية الكريمة ولمقت الله أشد أو أكبر، مما يدلل على أنه هذا المقت، المقت الروحي من الله. كيف نصوره الآن؟ نريد أن نصوره من باب التقريب، يعني مثلا أب ويا ابن أو رحم ويا رحمة، قد يعني الأب يستخدم يده مع الابن، لكن روحيا هو مقبل على ابنه غير قاطع له، وتارة لا، نفسانيا يعاكس، مثلا الأب يعاكس الابن ليؤدبه مثلا ما شابه ذلك، ما يحترم زايد أو ما شابه ذلك. وتارة الأب لا يجعل، الأب والابن، الابن والأب، الأخ والأخ، الرحم والرحم، الزوج والزوجة، الإنسان والإنسان، هذا البحث عام على كل. وتارة هذا الفرد من الإنسان مع ذاك الفرد من الإنسان ليس فقط يجفوه ويعاكسه أو يهينه، أصلا ما يتوجه إليه بتاتا. يقولون التعبير الدارج ماذا يقول؟ أصلا ما داير بال، ما داير بال، أصلا ما يقيم وزن إليه، لأنه لا يقيم وزن إليه أصلا ما يلتفت إليه. هذه طبعا عند الكبار، يعني يسمون نقول الصغار، الصغار المراهقين وكذا، عند الكبار من الرجال والإناث، على تحلل الكبار من طبيعة أفراد الإنسان، هذا النكران أعظم سيما لمن كان له موقع عند، أفرض زوجة عند زوج أو زوج عند زوجة أو رحم عند رحم أو صديق عند صديق، كان عند موقع وياه. الآن لا أنه فقط مهينة أو ميحترم أو مجرد، أصلا ما يلتفت إليه. هذه حالة عداوة، تسميها عداوة أو تسميها حالة قطيعة أشد جدا، يعني يشتعل ذات الإنسان منها اشتعال. قد أقول هذه نوع من التمثيل للنار العقلية، قد يمكن تصويرها للنار العقلية. لمقت الله أكبر، هم يمقتون أنفسهم، لا الله يمقتهم بعد أكثر. إذا مقت الله أكبر شو كيف يصير؟ أصلا ينسد عليهم باب الروح والريحان، ليس فقط باب الروح والريحان، روح وريحان وجنة نعيم، لا أصلا إنارة روحية وعقلية موجودة لديهم، موجودة عندنا في الروايات.
ان مثلا النفوس ضجت لظلمه او الملائكه ضجت لظلمه، على اي حال اي الظلمه العقليه او الظلمه الروحيه، الظلام الروحي اشد وقعا من النيران. بس الان يعني بعباره اخرى اجيب لكم تقريب لهالامور، لان هذا مبحث ما اثاره الفلاسفه يعني حدود تتبعي واستقرائي، ما اثاره بشكل صريح او ما موجود عنده مقرر، لكن هو موجود في بيانات الوحي. لاحظوا الان نقرا في زياره الحسين، احد الزيارات المعتبره، بكتك دمك صعد الى العليين وكذا وفلان، وبكتك من في السماوات ومن في الارض ومن في الجنه ومن في النار حينما استشهد سيد الشهداء بكاه من في النار. زين هذا اللي في النار وينعطف قلبه لسيد الشهداء، هذا عنده نوع من الصفاء الروحي. سبدا هو يعذب مثل فرض المؤمن الذي يعذب، بدنه يعذب في البرزخ أو في الدنيا، لكن قلبه ماذا؟ محلى بنور الإيمان، بدرجة من نور الإيمان. الآن من يكون في الجنان، لاحظ الرواية تريد أن تشير إلى مطلب معرفي لطيف، أن من في النيران في الجانب النفساني والروحي يرق قلبهم لسيد الشهداء. إذا رق قلبهم لسيد الشهداء انعطف قلبهم إلى الله، لأن سيد الشهداء هو في الحقيقة خليفة الله، حجة الله، ابن نبي الله. فمعناته في الجانب الروحي هؤلاء الآن لديهم شيء من النعيم الروحي، لأن انعطف قلبهم تجاه سيد الشهداء، انعطف قلبهم تجاه سيد الشهداء. بينما شمر بن الجوشن عليه لعائن الله، أو سنان بن أنس، أو عمر بن سعد، أو عبيد الله بن زياد، أو يزيد بن معاوية، لم ينكسر قلبهم تجاه سيد الشهداء. يعني ارتكبوا هذه الجريمة الفظيعة والهتك الحرمة لله ولرسوله بهذه الفظاعة، مع ذلك لم تأخذهم قشعريرة. لاحظ هذا البحث الروحي. يعني كربلاء ليست فقط مشهد عسكري ولا فقط مشهد نفساني، أيضا لكربلاء مشهد نفساني ومشهد روحي ومشهد عقلي نستطيع أن نسميه قراءة المشهد العقلي لكربلاء. هنا لاحظ المشهد العقلي الذي يقارن فيه المعصوم بين ماذا وماذا؟ بين موقع كربلاء والآخرة. هناك ترابط تناغم بين الدنيا والآخرة في مشهد كربلاء. على أي حال لابد من الخوض أكثر في النعيم العقلي والجحيم العقلي بأي معنى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.